جهين كانا متوائمين لمصلحة مشتركة وانفصلا بحدة، فصار لكل منهما تطلعاته وأهدافه. في مدينة سرت تعتقل قوات عملية الكرامة منصري نجل القذافي وتقتادهم للسجون لدوافع قالت إنها جنائية، بينما يصفها أنصار العقيد بمحاولة طمس طيف معارض له ولاءاته مغايرة. وبين روايتين وفي ظل هذه الأحداث نطرح سؤالا: لماذا تضيق قوات حفتر الخناق على أنصار القذافي؟ وهل يرسم هذا الصراع صورة عن المستقبل إذا ما اشتد التنافس السياسي بين الأطراف؟ كل هذه النقاط وأكثر نناقشها في حوارية الليلة مع ضيوفنا. سيكون معنا عبر الهاتف من سرت شاهد عيان من داخل المدينة، ومعنا عبر الأقمار الاصطناعية من بنغازي أستاذ العلوم السياسية يوسف الفارسي، ومعنا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة، ومعنا هنا في الاستوديو من اسطنبول المحلل السياسي فرج دردور، وعبر الهاتف سيكون معنا من لندن الأكاديمي والمحلل السياسي عبد العزيز غنية. أهلا وسهلا بكم ضيوفي الكرام جميعا. أبدأ أولا مع شاهد العيان من داخل مدينة سرت، أهلا وسهلا بك. هل أطلعتنا على ما الذي يجري تحديدا في هذه الأثناء داخل مدينة سرت؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بضيوفكم الكرام. أهلا بكم، نرحب بالاستضافة من قناة ليبيا. أمر يعني نطلع على الواقع يعني، وليس في أي حاجة قضية مما تتعرض عليه منطقة أبو هادي أو نارف أو الغربيات أو وبالأخص يعني المناطق اللي يقتنع قبيلة القذافة. شيء يعني مهان، شيء مخزي، عبث يعني لم يحدث في تاريخ ليبيا او في على طيلة الزمان الماضي. يعني كم عدد الذين اخفوا قسريا حتى اللحظة؟ هو بالنسبة للمرحلة الاعتقال منذ 14 يعني متتالية، الأساتذة يعني قانونية و ناس يعني عزل مدنية لا يحمل أي يعني توجه أو حاجة يعني مخالفة للشرع أو للقانون أو لي ما يقارب يعني على 30 شخص من قبيلة القذافة يعني أخص. والشيء يعني ما زال مستمر يعني لعند الآن يعني ساعة الآن. نعم. طيب هناك أنباء وردت لليبيا الأحرار عبر قيادات اجتماعية نافذة في قبيلة أو قبيلة القذاف، فتتحدث على وجود مفاوضات تجرى حاليا بين أعيان القبيلة وقوات خليفة حفتر. هل لديك أي تفاصيل حول هذا الأمر؟ إلى الآن لا توجد أي مفاوضات. قبيلة القذاف لن تستنجد بأي قبيلة، لأن الأمر يعني ليس في الخفاء أو بعيد عن الأعين أو على الشيء، يعني هو غير الواقع يعني العالم كله يعني لاحظ في الشيء في السوشيال ميديا يعني عبر الإنترنت يعني ما يحدث في بوادي من قبل 1/9 يعني بتهمة ماذا يعني؟ يعني مش معقولة شباب لم يبلغوا السن القانونية تتعرض إليهم في نقطة أو بوابة على حسب قولهم يحمل صورة معمر القذافي في هاتفه الشخصي يعني. هل هي تهمة يعني هو معمر القذافي يعني ما ننكروش يعني معمر هذا قائدنا وزعيمنا وكل ما يتاح لك انك توصفنا به نحن قابليننا يعني، وما زال نقبله الا بعد 200 سنة يعني. ولن نهان في هذا الشيء ولن نسترجع ونستأخر في يقول لك انه تبرى من هذا قضاء وقدر يعني ان القذافي ومعمر القذافي ان من قبيله القذافي ومعمر ليس للقذافي يعني لليبيا وللعالم ولل وشيء يعني غير معجب عن الشيء يعني. اما بخصوص سيف الاسلام، سيف الاسلام يعني 3-4 مليون ليبي، ونحن كقبيله القذافي نؤيد الانتخابات ومتجهين الى مرحله الانتخابات واهلا وسهلا بالانتخابات.
تثبت عليه تهمة باحتفال عيد الفاتح احتفل 4 مليون ليبي. طيب يعني دعني على الأقل في جزئية ما يحدث داخل سرد والغربيات وبوهادي، هل القبض يتم على أساس الهوية كونك أنت فقط قبيلتك ترجع لعيلة القذافي فبالتالي يتم القبض عليك، أو على أساس الانتماء السياسي؟ الأمر ما فيه يعني عبث مقصود، مجرد ما تقول أن أنا قذافي يتم القبض عليك أو تفتيش هاتفك الشخصي أو مداهمات أو خليني معك أكثر دقة لو سمحت لي، ونحن حريصين جدا يعني أنتم تقدر تسألوا حتى يعني مجلس الاجتماعي سرت أو مجلس المشايخ سرت، هلا يعني ما هوش متدرج الشيء هذا يعني. طيب خليني معك بشكل أكثر دقة، اليوم في سرت والمناطق المحاذية له يسكن أكثر أو يقطن أكثر من مكون اجتماعي، المعدان في سرت، القذاف، الفرجان، ومكونات اجتماعية أخرى، والانتماء للنظام السابق والمناداة بعودة عبر نجلة سيف الإسلام أو عبر أي رجالات آخرين يمثلوا النظام بشكل أو بآخر هي متعددة، مش محصورة في القذافة وحسب، النظام كان راسك. اسمح لي وبالتالي السؤال اليوم باقي المكونات الاجتماعية اللي ما تزال ترى بوجوب وضرورة مثلا أن يعود النظام السابق وتحط في العلامات الخضر وصور القذافي في هواتفها، هل يتم القبض عليهم ولا القبض فقط محصور على القذافة دون غيرهم؟ القبض على أبناء قبيلة القذافة فقط، لا توجد أي قبيلة ثانية تتعرض للقبض أو للمداهمات أو لشيء ثاني. ونحن نفتخر أن كان يعني سبب القبض بسيف الإسلام القذافي هذا ولدنا، ما ننكره شيء ولا نقدر ننكره، وإن كان يعني الشيء ممنهج ضدنا كقبيلة يعني والله في 11 سنة يعني اللي رناه ما عاش عندنا ما نخسره خلاص يعني يعني موضوع منتهي فيه الأمر، أن بنستنجدوا لقبيلة أو لقبيلة هو قنيني مني أنا كأكلم فيك شخصيا يعني مستغرب من قبائل سرت اللي هي تتكون باعتبارها ثقل في سرت من ما تفوق 15 قبيلة، يعني لماذا هذا يعني الشيء اللي صاير؟ لم نرى يعني أي شخص تكلم حتى عبر الإنترنت وقفة جادة. باهي الناس عندك ما تعذرهم بسبب القبضة الأمنية المتشددة، وأنت تشوف بعينك جرى القبض حتى على ناس كبار السن لم تراعى شيبتهم وكبر سنهم، لكن يعني في بعض الأنباء متأكدوا من حضرتك منها على وجه الخصوص مسألة هل هناك عمليات هدم فعلا أو دخول على البيوت عنوة لسيما في منطقة بوهادي؟ نعم الدخول هذا الدخول في أي لحظة يعني، وكلها في حالة يعني تأهب لمش يعني مش متوقع أنت يعني يدخل بيتك، إلا هو يعني الدخول وارد لأي بيت يعني أمس بالغربيات اليوم يعني الآن بلغوني تو من خلال نصف ساعة أن تم مداهمة منزل وتطيح السور الخارجي، الآن في محاصرة منزل ثاني من مواطن من بوهادي. لماذا يعني؟ هل هو بتصنف إرهابي؟ لا، نحن في سرت لدينا نيابات ولدينا شؤون قانونية وما في يعني، وحتى ولو كان مطلوب تدخل بطريقة قانونية يعني عن طريق البحث أو الدعم أو ما يسمى يعني، لكن يعني تهجم هدفي وشيء مقصود يعني وهدف واضح إسقاط قبيلة القذافة، ولكن القبيلة لم تستنجد إلى الآن ولم تستنجد حتى بعد 10 سنوات يعني. الموضوع مهما كان مستمر القبيلة عايش عندها ما تخسر. طيب أشكرك على كل هذه الإيضاحات، نحن حرصنا على إخفاء هويتك بالنظر لحالة التضييق الأمني الممارسة هناك، وهذه على الأقل من أبجديات العمل الصحفي وأخلاقياته، نتمنى لكم السلامة ونتمنى أن يتم الإفراج على كامل أبنائكم داخل مدينة سرت
وما يحاذيها أيضا من مناطق وقرى أخرى. أشكرك على كل هذه الإيضاحات. أتحول لضيفي السيد أحمد حمزة وهو رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. سيد أحمد، كنتم قد أصدرتم بيان بهذا الخصوص، لاسيما فيما يتعلق بالتقارير والمعلومات التي تفيد بالاختطاف والحجز التعسفي الذي حصل خارج إطار القانون لعدد من المواطنين في مدينة سرت. كونك حقوقي، هل أطلعتنا على تفاصيل أكثر فيما يتعلق بهذه القضية؟ فيما يتعلق الحقيقة بهذه الواقعة القديمة المتجددة والمتكررة، والتي سبق وأن ارتكبت في سنة 2020 و2021 و2022 مع قرب حلول شهر سبتمبر من كل عام، هذا الحدث الحقيقة ترتب عليه عملية اعتقال واسعة النطاق عشوائي وخارج إطار القانون ولا مصوغ ولا أساس قانوني له بحق أهالي وسكان العديد من أحياء وضواحي مدينة سرت وبالأخص المكون الاجتماعي لقبيلة القدادفة. هذا الاعتقال التعسفي والاحتجاز خارج إطار القانون قائم على أساس الهوية الاجتماعية والانتماءات السياسية، وهذا الأمر الحقيقة مبلغ قلق إزاء الأثار والتداعيات التي ستترتب عليه على المستوى القانوني أو على المستوى الأمن والسلم الاجتماعي في مدينة سرت أو على مستقبل العملية السياسية والتحول الديمقراطي في ليبيا. نظرنا بنظرة شمولية ما حصل في مدينة درنة من تهديد لقائمة إعمار في انتخابات المجالس البلدية. دعنا رجاء سيد حمزة من موضوع درنة، بعيدا عن درنة، في سرت هل أطلعتنا على تفاصيل أكثر وأوفى حيال هذه المسألة؟ يا أستاذ أنا أتحدث بمفهوم عام، وأعتقد أن في إطار وصلب الحلقة، ولهذا رجاء يعني الاستماع بشكل واضح. لا يا سيد أحمد، عذرا لك لا توجهنا في الطريقة التي تريدها، لك أن تتفضل وتقول ما تريد، لكن قضيتنا الآن سرت ليس لها أي علاقة بما يحدث في درنة، والبيان اللي حضرتك اليوم ضيف عليه يتعلق بمدينة سرت وما حواليها، سواء الغربيات ولا بوهادي وباقي المناطق الأخرى، وبالتالي المعلومات المتوافرة إليكم حتى يا أستاذ اللحظة. يا أستاذ أنا أتحدث على هذا الإطار وعلى هذا المفهوم. أنا أتحدث أن ما يحدث في سرت وفي درنة وفي سبا وفي طرابلس يهدد العملية الديمقراطية، يهدد التحول الديمقراطي، يهدد مستقبل الانتخابات في ليبيا، يهدد ضمان الالتزام الأطراف السياسية بسلامة الناخبين وسلامة المترشحين وأيضا العاملين في مراكز الاقتراع. هذا من مفهوم عام، لا أتحدث فقط على، أنا أسقطت الحالة في سرت على مناطق أخرى في إطار مؤشر خطير على التحول الديمقراطي في ليبيا وعلى حرية الرأي والتعبير وعلى حرية الصحافة وعلى حق الانتماء السياسي. ولهذا أنا أشرت إلى ما حدث في مدينة درنة وفي طرابلس من منع لخروج المتظاهرين وما يحدث الآن في مدينة سرت. هي تتعدد الأوجه والأشكال والمخالفات، ولكنها في النهاية مضمونها واحد. يا سيد أحمد، لك مجموع كبير من البيانات فيما يتعلق حتى بتراجن والجنوب والمهاجرين، هل نتحدث عليها جميعا؟ بالطبع لا، حديثنا فقط يتلخص اليوم على ما يحدث في سرت، مسألتنا وقضيتنا سرت، فأتمنى منك على الأقل أن نلتزم بهذه النقطة والحديث تكون في سرت، لأن ما يحدث في باقي المناطق هو أمر في غاية الأهمية، تناولناه في وقت سابق وسنتناوله أيضا في وقت قادم، لكن كونك أنت أصدرت بيان يتعلق بما يحصل على الأقل في سرت، هل أطلعتنا على تفاصيل أوفى حيال طبيعة حجز هؤلاء، عدد المحتجزين؟ التفاصيل الشاملة كالتالي. تفضل. نعم، منذ 15 أغسطس الماضي وإلى يوم اليوم رصد عدد ما لا يقل عن 35 شخص تم احتجازهم على أساس الهوية الاجتماعية والمواقف السياسية، وهم أغلبهم من أبناء قبيلة القدادفة والتي تقطن أحياء عديدة في مدينة سرت وأشهرها بوهادي وجارف. أيضا هذه المبررات التي ساقتها
قوات القيادة العامة غير مقبولة. دعونا من خلال هذا البيان قيادة القيادة العامة والمشير حفتر إلى العدول الحقيقة على هذه الممارسات ووقفها لما لها من آثار خطيرة على مستوى الأمن والسلمي الاجتماعي بين المكونات الاجتماعية في مدينة سرت، أيضا لما تشكله من تقويض لسيادة القانون والعدالة ومصادرة للحقوق والحريات، وتحمل مسؤوليات قانونية وأيضا مسؤوليات حقوقية جسام على مرتكبي هذه الممارسات. والحقيقة يعني على السيد حفتر أن يتعفف على هذه الممارسات، والتي للأسف الشديد ما هي إلا تصفية لحسابات قديمة تاريخية كما كان يرتكب قد يكون من قبل أجهزة أمن النظام السابق في النظام السابق عندما كان يرتكب بعض الممارسات في حق قبيلة الفرجان في جدابية أو في سرت، فهو ما هو إلا إسقاط الماضي على الحاضر لتصفية حسابات تاريخية. استغرب منك حقيقة هذا التبرير المشير حفتر. طيب استغرب منك حقيقة هذا التبرير بسبب عمليات القبض ليس السابقة. بتبرير ليس بتبرير، ولكن اسمح لي يا سيد احمد رجاءً، ولكن يجب ان ولكن تستمع الي. ولكن لا 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 لن اسمح لك الحديث، لن اسمح لك، يجب ان تستمع الي ابتداء ومن ثم ساكمل معك. يعني استغرب منك تبرير ان عمليات القبض ابان النظام السابق جاءت على مكون الفرجان، وبالتالي اليوم الفرجان ممثلين في حفتر وقوات عملية الكرامة يعاودوا فيها لقبيلة القداد، وكأن هذه بتلك. هذا ما يقولوه أبناء قبيلة القداد وأعيانهم، هذا ما يقولوه، يقولون إنه هناك ممارسات لأجهزة أمن النظام ما قبل سبتمبر في حق قبيلة الفرجان نتيجة لموقف خليفة حفتر، يعتقدون بأن خليفة حفتر يكرر ذات الممارسات. نحن على تواصل مباشر مع السيد ميلاد السعدي رئيس المجلس أعيان قبائل القدادفة، مع نشطائهم، مع قياداتهم، ولا نتحدث عبثا ولا نتحدث جزافا يا سيدي فاضل. على الأقل ليس هذا بيانهم، ما تفضل. وهذا موجود ويعلمه حتى السيد المشير حفتر. نعم. هذا الواقع وهذا الأمر. طيب. ولا ينكره أي أحد، يعني هذا واقع. طيب ما تفضلت به حضرتك على الأقل لا يعبر بشكل واضح على بيان قبيلة القدادفة والاعتقالات التي حصلت لأبنائهم، لم يتحدثوا على هذه النقطة ولم يأتوا عليها لا من بعيد ولا من قريب، فقط هم دانوا عمليات الاستنكار أو دانوا عمليات القبض التي طالت عدد كبير من أبناء القداد فدون وجه حق، لم يأتوا على ذكر الماضي ولا النظام السابق ولا القبض على ما تفضلت به لأبناء الفرجان. هو أساس أن القبض على أي أساس أستاذ محمد؟ اسمح لي سأنتقل لضيفي وأعود إليك مرة. على أساس الانتماء للنظام السابق. ومن كان ضد النظام السابق ليس الفرجان وحسب، قبائل متعددة ومتنوعة تمثل تقريبا كل النسيج الليبي. نعم وهو كذلك. سيد يوسف الفارسي، لماذا عمليات القبض الآن، لماذا التضييق الخناق يتم على أبناء القدادفة في سرت وبوهادي والغربيات، لماذا الآن على وجه التحديد تتم كل هذه العمليات دون وجه حق كما جاء في بيان أعيان القدادفة؟ مساء النور أستاذ محمد، تحية لك ولضيفك الكرام والسادة المشاهدين. أهلا بك. حقيقة أستاذ محمد، أنا طبعا نستغرب حقيقة الحديث حول هذا الموضوع، لأن أنا على الصعيد الشخصي ليس لدي أي معلومات بما يحدث، ولا تصلنا أي معلومات حتى من الأصدقاء في سرت بما يحدث بما تكلموا عليه أنتم بشكل كامل. ولكن لو حدث هذا الموضوع أستاذ محمد، تأكد جزاما بأن هناك ناس تحاول إحداث فوضى، هناك ناس تحاول حقيقة يعني محاولة زعزعة الاستقرار داخل هذه المنطقة، خصوصا أن تعرف أن الجيش لله الحمد الفترة الماضية تم يعني تأمين هذه المدينة، وتم تأمين الخطوط كامل خطوط سرت بوهادي، وكذلك في عملية حتى تحرير الجنوب كانت هناك القوات تؤمن في هذه المنطقة بالكامل. ولكن أنا لا أعتقد وليس يعني لدي معلومات حتى متواصلي مع الزملاء أصدقاء في سرت، لا يوجد مثل هذه الأحداث إلا إذا كانت هناك حالات حقيقة ناس عليها قضايا جنائية أو عليها مشاكل أو تحاول يعني إحداث فوضى وحالة عدم استقرار، هذه أنا معاك فيها. ولكن خاطئ الكلام هذا هو كله محاولة يعني تدليس على الجيش، محاولة تشويه الجيش للأسف، يعني محاولة يعني إحداث يعني بأن الجيش هو اللي قاعد يعتقد واللي قاعد ينيه، هذا أمر غير صحيح. حتى في مدينة بنغازي لما كانت
هناك يعني مسائل في عملية التعويضات اللي حدثت في مناطق، وهذا كان عن طريق الحكومة الليبية ولجنة الإعمار، وبالتالي لم يحسب لجيش بأن اعتدى على منزل أو أخرج أسرة من منزل أو حاول اضطهاد أي أشخاص بشكل كامل. هذا أمر غير صحيح وغير حقيقي، وانت تعرف يعني حتى في مواضيع سابقه خصوصا طيب طالما علي بنغازي، طالما علي القضايا السابقه تكلمت عنها السابق دكتور يوسف، اسمح لي رجاء يا دكتور يوسف اسمح لي تطبق ولا وغير دكتور صحيح يوسف. يعني ما 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 تفضلت به على مساله نعم بنغازي سيد. منذ قليل كان هناك بيان لخبراء تابعين للامم المتحده يحثون قوات حفتر على الوقف الفوري لعمليات اخلاء السكان قصرا وهدم المنازل وسط مدينة بنغازي. الأمم المتحدة هي بعثة محايدة وخبراءها ليسوا لا مع الكرامة ولا ضدهم، وبالتالي لربما هذا يناقض ما تفضلت به. المسألة الأخرى التي شككت فيها بيان المجلس الاجتماعي لقبيلة القذافة، وهذا البيان منشور على كامل المنصات التابعة لهذا الفصيل الاجتماعي، يتحدث على أن ما تقوم به القوة العسكرية التابعة للرجمة ضد قبيلة القذافة أصبحت آلة لممارسة الظلم والإرهاب، ولا يمت لواجبات واختصاص المؤسسات العسكرية النظامية التي تحترم المواطن والوطن. وبالتالي لماذا تشكك في هذه الاستغاثات وفي هذه الإدانات وفي هذا على الأقل التنديد الحاصل من كل الجهات الدولية والمحلية؟ استاذ محمد هذا الكلام اقول لك هذا الكلام غير صحيح، لان تعرف انت حتى في السابق محاولات ادانه المشير محكمه فرجينيا، كذلك مساله محاوله توريط حقيقه كتائب في الجيش بان هي هل تنكر يعني ما يحصل في سرت تحدث حاله عدم استقرار داخل بنغازي وان الجيش في الشوارع تكلمنا طيب في السابق هذا خلينا في سرت ولم تصدر حتى مذكرات اذا كان نحن مدانين لماذا لم تصدر مذكرات قبض بهذا الموضوع؟ يا دكتور يوسف ليش خبراء استاذ محمد لا تتوه زاويه الحلقه هي تمارس حقيقه التشويه وحمله التشويه على الجيش هذه كبيره جدا في السابق والان بشكل غير مسبوق. نعم استاذ محمد هل تنكر ما يحدث في سرت؟ ليست هناك عمليات قبض ولا اعتداء على المواطنين ولا المكون الاجتماعي؟ نعم نعم استاذ محمد ننكر لحاله واحده، استاذ محمد ننكر لحاله واحده، اذا هناك قضايا وهناك اشخاص يحاولوا احداث فوضى وحاله استقرار هذا امر لا يمكن، بالتالي سوف يتم اي طيب. احد يحاول احداث فوضى وحاله استقرار هذا يتم القبض عليه، ولكن ان الجيش يقوم بحملات تشويه ومحاوله اعتقالات بالجمله لعائلات وأناس داخل سرت بهذه الفوضى هذا غير صحيح، هذا أمر يحاولوا منه إحداث يعني تشويه للجيش الليبي ومحاولة توريط الجيش في أمور، خصوصا الجيش اليوم يحارب يعني مسألة كبيرة وهي حالة طيب. عدم استقرار، ولاحظنا المعارضة الشادية في الجنوب ولاحظنا طيب. العمارات الصينية طيب. والحمد لله حتى خصوصا محمد حتى الخصوم تتكلم السيد عماد طرابلسي على الانجازات اللي قام بها القياده، وكل اليوم تتكلم طيب. على الانجاز الكبير اللي تقوم به القياده في المنطقه الجنوبيه وتامين سرت والمناطق بشكل كامل وحتى داخل طيب. بغازي مثلا دكتور اسمح لي ان انتقل رجاء وحظ ما يحدث حقيقه دكتور عبد العزيز غنية يعني تطوير كامل يعني وضحت تماما. اسمح لي ان انتقل للدكتور عبد العزيز غنية، ورجاء ان نلتزم قدر استطاعتنا بزاويه الحلقه وزاويه الحديث الذي يكون على سرت وعمليات الاحتقالات التي وصفها أبناء القذافة بالتعسفية التي تطال أبناء هذا المكون على وجه الخصوص. دكتور عبد العزيز غنية أهلا وسهلا بك، ابتداء وقبل كل شيء هل لو وصفت لنا ما يحدث في سرت على وجه الدقة خلال هذه الأيام؟ السلام عليكم مساء الخير أستاذي، تحية لك وللمشاهدين الأكارم وللضيوف الأكارم. ما لا ندري على وجه الدقة حقيقة كمراقب الآن من خلال اطلاعنا على ما يدور في صفحات التواصل الاجتماعي ان هناك عمليات قبض على بعض الشباب، الوضع الان في منطقه بوهادي محتقن ما بين القوات المسلحه وما بين الاهالي، وضع ما زال ضبابي، الوضع مشحون حقيقه مشحون ما بين الطرفين، ندعو الله سبحانه وتعالى ان يلهمهم التصرف الحكيم يعني الحكمة. كيف مشحون بين الطرفين؟ تتحدث على قوة عسكرية من المفترض أنها نظامية وأناس عزل بينهم أطفال كبار سن نساء واستهداف لمكون، يعني كيف تساوي بين هذين القوتين إن صحت اللفظة وهي يعني مكون اجتماعي وقوة عسكرية؟ ليست مساواة من حيث القوة ولا الاستدراك، الموضوع طبعا متار على قناتكم، ليس
ليس حبا في علي ولكن كرها في معاوية. الموضوع موضوع نحن نترك. اسمح لي دكتور، لن أسمح بتمرير مثل ما تفضلت به على الإطلاق عبر شاشة ليبيا الأحرار. نحن في ليبيا الأحرار لطالما. لا يا دكتور، يعني أنت من أدرى الناس وأكثر الضيوف حضورا معنا وعلى عيننا وراسنا. ليبيا الأحرار، ليبيا الأحرار لطالما انحازت لقضايا الوطن والمواطن أيا كانت هويته وأيا كان انتماء الاجتماعي وأيا كان انتماء السياسي والأيدولوجي. ولهذا السبب أنت اليوم حاضر معنا. اسمح لي دكتور عبد العزيز غنية، وأنت من أنصار. لا لا لا، اسمح لي أن أكمل رجاء. سأكمل يا دكتور، سأكمل. لا أسجل نقاط هنا حتى يتضح للمشاهد. أنت هنا ممثل عن النظام السابق ومرحب بك. عندنا الدكتور يوسف الفارسي أحد المناصرين الداعمين بكل قوة لقوات حفتر وهو مرحب به، يعني وله أن يقول ما يشاء ولك أن تتفضل وتقول ما تشاء. قبل استضفنا شاهد عيان، لكن لا حبا في علي ولا كراهة في معاوية. ليبيا الأحرار طرحت الموضوع من باب إنساني، وليبيا الأحرار سبق لها وأن طرحت حتى البيان السياسي لفريق سيف الإسلام القذافي بشكل سياسي وبطريقه مهنيه في 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 وقت لم تطرحه كل الوسائل الاعلاميه الاخرى. تفضل دكتور. هو المشهد الليبي ما زال يتفرع وما زال يتخضع على اكثر من زاويه. سرت لها وضع خاص، سرت على خط تماس مع قوات التركيه، وجود التركي في مصراته والوجود الايطالي في مصراته، العداء الواضح ما بين شرق ليبيا وغرب ليبيا، من يتحكم في غرب ليبيا بالدرجة الأولى. هذا الانشطار السياسي جعل من مدينة سرت وضعها حساس بالنسبة للقوات المسلحة برئاسة المشير خليفة حفتر وبالنسبة للمجموعات اللي موجودة في غرب ليبيا. قطعا لا أحد يستسيغ عمليات القبض العشوائي، لكن هناك قبض بناء على معلومات من الأمن الداخلي وغيرها، وربما تفضل حتى السيد الفارسي وغيرها من جماعة من الطرف المناصر. هذا تبرير قد لا يليق بك يا دكتور، هذا تبرير قد لا يليق بك. وجود سرت محاذية للقوات الروسية والقوات التركية ومعلومات لدى الأمن الداخلي تستهدف مكون اجتماعي دون غيره، يعني ليبيا اسمح لي، ليبيا والانتماءات السياسية فيها متغايرة. القذاف فيقول لك هذا الاستهداف يطالنا نحن وحسب، لا يطال لا المعدان ولا الفرجان ولا باقي المكونات ولا الورفلة. سرت يا سيدي الكريم من 2011 تعاني، لا أحد يلتفت لها، لها وضعية خاصة. سرت مدينة كل الليبيين، بها الكثير من المكونات، بها ورفلة، بها قذافة، بها معدان، بها مصراتة، بها فرجان، بها فاخر، بها أولاد سليمان، طيب. كل القبائل، جماعات، شرفة، غيرها، كل به مجموعة تستطيع أن تكون مدينة سرت. وعمليات القبض تطال القذافة فقط، أبناء عم العقيد وأبناء عم سيف الإسلام دون غيرها. أبناء عم العقيد في مرحلة استهداف منذ 2011، وخير دليل وجود الأستاذ أحمد إبراهيم في معتقلات مصراتة إلى هذه الساعة، وهو استاذ جامعي مدني مثل عبد الله، مثل منصور طيب. دو، وربما منصور دو لانه رجل عسكري. يا دكتور انا نتعب معك في امر اعترف لك بهذه النقطه. اسمح لي يا دكتور عبد العزيز، اسمح لي. لا لا انا نتعب معك في نقطه ندوي على امر واقع. دكتور رجاء، دكتور عبد العزيز، وانت رجل اكاديمي، يعني من المستحيل انك تحاضر في طلبه وتتحدث معاهم اليوم مثلا على من قام باختراع مثلا أي, 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 أي شيء، وتجيب ماضي لشيء مغاير ومختلف وزوايا تناول مغايرة. حديثنا واضح على ما يرتكب اليوم ضد أبناء القذافة في سرت، لا علاقة لـ 2011 ولا الفبراير ولا المصراتة ولا للأتراك. طيب اسمح لي أن أعطي الفرصة لضيفي وأعود إليك مرة أخرى دكتور عبد العزيز غنية. مع أنك اليوم أنت ممثل عن النظام السابق، لكن حضرتك اليوم على الأقل ضد النظام السابق ومع المشير خليفة حفتر. من ناشده من خلال طيب منبرك أستاذ طيب محمد، لأن هذا الوضع حساس جدا. الوضع الآن في مدينة سرت درجة طيب الاحتقان عالية، فإذا نتكلم من خلال هذا المنبر نحاول تهدية النفوس بالدرجة الأولى والبحث عن إيجاد حل، وليس طيب من أجل صب البنزين على النار أستاذ محمد. طيب
ما الذي يحدث في مدينة سرت؟ ألا ترى أنه ما تفضل به الدكتور يوسف الفارسي وعبد العزيز غنية له شيء من الصحة والصوابية؟ هناك قوة أمنية اليوم ممثلة في قوات عملية الكرامة، هناك أمن داخلي يستهدف كل مخرب وكل خارج عن القانون، وبالتالي ما يحصل يأتي ضمن إطار العمليات الأمنية التي تمارس في كل دول العالم. لماذا الإدانة والاستنكار فقط اليوم حصلت عندما استهدف مكون ما مناصر لنظام سابق؟ مساء الخير لك ولضيوفك الكرام والمشاهدين أيضا. هو الحقيقة هناك خلط في المفاهيم حتى الأمنية، يعني للأسف ضيفينك هم مش عارفين حتى ما هو دور الجيش والأمن ولمن يقول الأمن، يعني حتى لو سلمنا أن مثلا حفتر جيش على اعتبار أن جزء، على الرغم أن جزء كبير من الشعب الليبي لا يعترف به بأنه جيش، عبارة عن ميليشيات قبلية وجهوية متخلفة، هذا يعني على الأقل كثير، وممنوع عليه دخول طرابلس العاصمة، هذا على الأقل يعني. لكن لو سلمنا بأن هذه ميليشيات حفتر جيش، في العالم كله يقول لك إذا أنت جيت لأي بلد نزلت من المطار وجدت الجيش منتشر في الشوارع فتأكد بأن هذه الدولة متخلفة وأن الجيش موجود لحماية نظام ديكتاتوري وللقمع ولي يعني إنهاء العدالة وكل ما يحصل. وإذا وجدت الشرطة، سامحني نكمل هذه بس، وإذا وجدت الشرطة منتشرة وجدت الأمن فهذا يعني أن هناك عدالة وهناك يعني قضاء وهناك هذا طيب الشيء. طيب نحن مش في دولة يعني مستقرة دكتور فرج، حتى ولو بعيدا يعني عن هذا الانتشار يعني في اليوم قوة أمنية هناك مديرية أمن على عملية الكرامة تقوم باستهداف المخربين والخارجين عن القانون، لماذا الاستنكار؟ هناك قوة أمنية، هناك مديرية أمن، هناك شرطة، هناك أجهزة أخرى. لماذا طارق بن زياد هذه شو اسمها الجهة المؤدلجة، لماذا هذه يعني انت لاحظ يعني حتى الادوات نفسها مش ادوات امنيه، هي ادوات قمعيه. حتى ابان النظام السابق مهمه استهداف المخربين والخارجين عن القانون متمثله فقط في 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 إذن نحن في في داخل وضع سواهم. نحن في وضع غير صحيح ما دام هناك. ثم القصه وما فيها ليش الهجوم على مجموعه القداد في 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 سرت، على الرغم انهم كانوا داعمين للكرامه، وهذا تو حقيقه انت تلاحظ المجموعه اللي داعمين النظام السابق الآن في 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 موقف محرج، يعني مش قادرين حتى يتكلموا ولا يجاوبوا ولا يعبروا بالطريقة السليمة، يعني تلقاهم مرتبكين وكلامهم غير مرتب وتبريرهم غير صحيح، لأنهم في السابق كانوا يساندوا في حفتر في هجوم على طرابلس وكانوا معاه، والآن يعني هم في حيص بيص مش عارفين حتى كيف يتكلموا، والبعض منهم ساكت أصلا. لكن هذا مش ليس مجال للتشفي دكتور فرج. لا لا, لا احنا لا نتشفى الان، احنا نتشفى نحكي لك عليه الناس القيادات، لا تكلم عن هؤلاء المواطنين المساكين اللي هم في بيوتهم. المساله اللي تحصل في سرت هي حقيقه عمليه يعني ولاءات، عمليه ولاء وادعان وطاعه لحفتر وجيشه هذا ومجموعته، لان المساله الان في الموجوده الان طبعا بعد الفترة الانتخابات هذه كذا طلع سيف الإسلام كمنافس قوي لحفتر وحتى لأطراف آخرين، وهذا طبعا يزعج حفتر في المناطق اللي سيطر عليه، وبالتالي بدأت العملية ليست في هذه المرة يعني حقيقة، بدأت دكتور من شهر 11. معروف توجهك مع فبراير، ألم تنادي فبراير بالحريات والديمقراطية؟ يطلع سيف ولا يطلع حفتر ولا يطلع أي مرشح سياسي آخر، أليس من حق هؤلاء أن يناصروه طالما تبي عملية ديمقراطية متكاملة؟ أم هي مشروعة لدبيبة ومشروعة لكل من يمثل أو على الأقل اليوم جاي في صف فبراير ولا يخالفهم ومحظورة على أنصار سيف؟ لا هو هناك حالة عداء يعني عشوائية في لموضوع فبراير من أنصار النظام السابق، يعني أنت لاحظ يعني البيانات على سبيل المثال، لاحظ عبد الله عثمان ناطق باسم رئيس الفريق العمل السياسي يتحدث من منذ شهور يقول بأن نحن وجدنا يعني حرية سياسية وفي طرابلس وتحرك وعمل ونستطيع نعمله ونستطيع بكل يعني نقيم بعملية دعاية ولا أحد يعني يضيق عليهم، بينما في المنطقة المناطق اللي سيطر على حفتر يقول تعرضنا للتضييق والسجن وكذا وكذا. ومع هذا للأسف الشديد
ومع هذا لا يريدون يعترفون بهذا بهذه المساحة من الحرية اللي يجب أن يدعموهم ويقفوش ضدها. ما زال يقولوا جيش وقوات مسلحة يعني طيب. تقمع فيها من تطلع حدا يعني الآن لا أتكلم عن المواطنين، المواطنين ناس غلبانين وحقيقة ليس التواصل، لكن نتكلم على هؤلاء اللي يتصدرون مشهد. عندما توجد مجموعة مخربة أو خارجة عن القانون في أي منطقة، أليس من حق أي جسم حاكم في تلك المنطقة أن يقوم بالقبض عليها؟ يعني القدادفة في سرت الآن طلعوا هذا مبرر قوات خليفة حفتر. إيش إيش هي يوضحها الجرائم إيش اللي كان مباه يعني أنت حتى ولو لا يمكن يقوم فرد من عائلة القدادفة، لكن لا يمكن حقيقة تكون أسر وعائلات طيب. ومناطق مش عارف شين الغربيات أبو هادي وكذا طيب اسمح لي يعني لما ينتشر الوضع بهذا الشكل ما تقول ليش والله في جريمة طيب. الجريمة هذه تكون محصورة في مكان محدد معين منطقة اسم معين لكن ليس أسماء وناس ومدن واضح ومناطق. دكتور أنوع أعزائي المشاهدين إلى أننا قد قمنا بالتواصل مع عدد كبير من رجالات النظام السابق وأنصاره للحديث عن هذه القضية، منهم من قبل بفكرة الخروج عبر شاشة ليبيا الأحرار ومن ثم تراجع في آخر اللحظات، ومنهم من يعني تأسف من بداية التواصل معه لأسباب خاصة جدا، وما زلنا لا نعلم عدد كبير ممن لم يتجاوبوا على الأقل بعدما قبلوا بالفكرة من حيث المبدأ وفكرة الخروج للدفاع على ما يحدث في مدينة سرت وبوهادي والغربيات أيضا، لكنهم بعد ذلك تراجعوا في آخر لحظة قبل دقائق من انطلاق هذه الحلقة دون أن يوضحوا أسبابهم بشكل واضح. أنتقل لضيفي مرة أخرى السيد أحمد حمزة. أستاذ أحمد، يعني أنت ذكرت بأن عملية الاستهداف تطال مكون اجتماعي مكون قبلي، لا علاقة لمسألة الاستهداف والقبض والعملية التعسفية التي ذكرتها في بيانك بأي توجه سياسي، فقط يطال مكون القذاذفة دون غيرهم. لا 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 لا، مكون القذاذفة على أساس الانتماء الاجتماعي والسياسي، هذا تصحيح قد يكون معلومة وصلتك معلومة مغلوطة يعني. نعم. وبالتالي لماذا لم يقبض على أنصار النظام السابق المحسوبين على مكونات اجتماعية أخرى في عدد من المدن والمناطق التي تسيطر عليها قوات عملية الكرامة؟ هذا سؤال يطرح نفسه أولا، وثانيا أنا لدي تعقيب على التبريرات التي ساقها ضيفكم الكريم من مدينة بنغازي على أن هؤلاء متهمين في أعمال شغب أو إثارة الفوضى أو عليهم قضايا جنائية، إذ ما كان هناك فعلا هذه المزاعم لها صحة كان لزاما أن تقوم الأجهزة الضبطية الأمنية المدنية سواء كان قسم البحث الجنائي بمديرية أمن سرت أو قوة دعم المديريات أو غيرها من الأجهزة الأمنية الفنية التخصصية التي أوكل لها قانون الجوائز الجنائية الليبي بالضبط والإحضار لمن هم مطلوبين على ذمة النيابة العامة أو متهمين في قضايا محددة، لا أن تتحرك الجيوش الجرارة والمدججة بأعتى الأسلحة وتحاصر الأحياء والمناطق السكنية وتحتجز دون ما أي أساس قانوني، أي بمعنى دون ما أي أوامر ضبط وإحضار صادرة عن النيابة العامة في تهم محددة وفي أفعال وممارسات يجرمها القانون وتشكل جريمة يعاقب عليها القانون. ولماذا فقط الآن تزامنت مع قرب أو حلول شهر سبتمبر وهذا الحدث؟ يعني كم سيستهلكون هذه المبررات في سنة 2022 وسنة 2021 وفي سنة 2020؟ ذات الحدث تكرر وبذات الأساليب والأدوات ولم يعني يحاولون حتى يعني تبرير هذه الممارسات يعني وإعلان حالة الطوارئ في مدينة سرت وحظر التجول ليلة 1 سبتمبر. يعني هذه الممارسات الحقيقة غير مقبولة وغير مسؤولة، ويجب الحقيقة يعني الاحتكام للعقل والابتعاد على هذه الممارسات. نحن ندعو من خلال منبركم الإعلامي الذي تفضلتم من خلاله مشكورين تسليط الضوء على هذه القضية إلى مراعاة حساسية الوضع الإنساني وما مر به أهالي وسكان مدينة سرت على مدار عقد من الزمن من حروب والنزاعات وسيطرة وسطوة تنظيم داعش وحروب أهلية من نزوح من تهجير من ملاحقات من احتجاز على أساس الهوية الاجتماعية ومواقف سياسية. ندعوهم إلى مراجعة الذات في القيادة العامة والسيد المشير حفتر أن يصدر تعليمات بإخلاء
سبيل هؤلاء المحتجزين الذين من بينهم طفلين ورجل مسن يتجاوز عمر 70 سنة. يعني ماذا يشكلون هؤلاء من خطر أو من تهديد على وجود أو سيطرة قوات الجيش في مدينة سرت أو على المشروع السياسي للمشير حفتر؟ هذا أمر الحقيقة غير مستساغ وغير مقبول، ونتمنى أن يتم الاحتكام للعقل، لأن ما يحدث في مدينة سرت هو يعيق مشروع المصالحة الوطنية بمفهومه العام والاجتماعية، ويهدد الأمن والسلم الاجتماعي، ويشكل الحقيقة نقطة سوداء في التاريخ السياسي وفي السجل الأمني وفي سجل حقوق الإنسان يحسب على قوات القيادة العامة. وهذا أمر غير مقبول وغير مستساغ، ويجب أيضا على كل الأطراف أن تعدل على كل الأعمال التي تمارس بحق المواطنين الأبرياء والعزل، والتي تمارس ضدهم في سواء كان في قمعهم من حق التظاهر أو مصادرة حرية الرأي والتعبير أو أي شكل من أشكال القمع والعسف حيال الحقوق التي كفلها الإعلان الدستوري المؤقت وقانون حق التظاهر وحرية الرأي والتعبير. لماذا الآن دكتور يوسف أصبحوا مخربين؟ ألم يكن أنصار النظام السابق ورجالاته من رجالات الوطن؟ ألم يكن القذافي وأبناء أحرص على ليبيا من أبناء فبراير أو على الأقل من أعداء الكرامة؟ لماذا الآن على وجه الدقة أصبحوا هؤلاء مخربين وخارجين عن القانون؟ كانت احتفالات ذكرى سبتمبر تحدث وتخرج حتى داخل المدن التي يسيطر عليها أو تسيطر عليها قوات عملية الكرامة بعيدا عن سرت وحيث مسقط رأس العقيد القذافي. أستاذ محمد، طبعا أنا تكلمت وأعتقد أنه حاول يعني ضيفك الكريم تغيير كلامي يعني للأسف يعني أنا تكلمت قلت لو حدثت، قلت لك عمليات قبض واعتقال هي تتم على أساس الناس المخربين وأحداث الفوضى وفي أجزاء أمنية أخرى داخل سرت، لأن الداخل والأجزاء المرابطة بها متابعة هذه الأمور ومراقبة الأمنية بشكل كامل هي المسؤولة كل المسؤولية على هذه الأعمال، وهذه تراقب حقيقة في العملية الأمنية داخل سرت. لكن لا أنا ليس يعني أتكلم أقول أن الجيش هو اللي قام بعملية القبض أو قام بعملية، هذا أمر غير صحيح. الجيش يؤمن في مدينة سرت منذ فترة طويلة، لم نسمع على أي اختراقات إلا حقيقة الآن أنتم تكلمتوا على هذا الموضوع وحدثتوه، ونحن ليس لدينا أي معلومات بأن هناك عمليات تعسفية واعتقال والأسر والكلام، هذا أمر غير صحيح ولم نسمع به. حتى ولو حدث مثل هذه المواضيع هذه تتم عن طريق يعني أجزاء أمنية معروفة، وبالتالي حتى مسألة القبض على 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 المخربين أو الذين يحدثون الفوضى أو حالة عدم استقرار، خصوصا أن تعرف أن الجيش مسيطر منذ فترة طويلة على هذه المناطق والأمن فيها متوفر وبشهادة الأهالي. لماذا لم نسمع إلى الآن أي بيان؟ حقيقة لم نسمع ببيان من داخل سرت، حتى لو أنت تكلمت وقلنا كلامكم أنتم صحيح، لم نسمع ببيانات تقول بأن في حالة اعتقال وفي مشكلة. يا دكتور لماذا لا 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 عفوا يا دكتور فقط يعني اسمح لي دكتور يوسف الفارسي يا دكتور نقطة نعم. نظام رجاء دكتور يوسف الفارسي نعم. هل تعلم وتعرف ماهية عبد الله عثمان رئيس الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي؟ قام بكتابة بيان كامل حيال هذه الاختراقات. المجلس الاجتماعي لقبيلة القذافة أخرجوا أكثر من بيان، هناك شهود عيان وبعض النشطاء المحسوبين على القذافة من داخل مدينة سرت تحدثوا في عديد الفضائيات. لماذا لا تأخذ بكل هؤلاء؟ لماذا لا تأخذ ببياناتهم؟ لماذا فقط تضع الأمر وكأنه لم يحدث من الأساس وكأن ليبيا حرر اختراقات الآن؟ يا أستاذ محمد لأن كلام للأسف نعم أستاذ محمد لأن للأسف الكلام غير واقعي وغير منطقي، وحتى لو افترضنا في هذه المواضيع حقيقة لا يتم بهذه الشكلية. هناك أجهزة تعمل على الحماية داخل المدينة وتعمل على محاولة فرض الأمن بكل قوة، ولكن لما تتكلم على أحداث نحن لم نسمع بها ونشوف فيها في الأطراف المعارضة للجيش أو معادة للجيش هي اللي تقول في الكلام هذا، لكن نحن لم نسمع به الكلام هذا ولا لدينا معلومات حتى لو تم تحدثت هي تتم على ناس لديها مسائل قضايا جنائية وجرائم وبالتالي وجب يعني القبض عليها وحتى التحقيق، ولكن اسمح لي أن أتقل لضيفي يحدث حالة عدم الاستقرار، هذه أسرى وقبض وهذا أمر. ليبيا الأحرار عبر مصادرها على الأقل التي رسلتها تحدثت على أن إلقاء القبض واختطاف كل من نصر عويدات وشقيقيه علي عويدات وعبد الله محمد عويدات، وذلك بعد مداهمة منزلهم وإثارة الرعب والخوف للأطفال والنساء
ووالدتهم المقعدة. إلقاء القبض على الشاب أيضا أحمد عمران من قبل قوات العشرين عشرين التابعة لخليفة حفتر، مداهمة منزل عيت الحاق الزرقي وحالة من الرعب تسود الأطفال والنساء، القبض على الشاب عبد السلام حمد مفتاح الغزالي بمدينة سبها من قبل قوات الكرامة، ويذكر أن هذا الشاب هو من مدينة سرت وكان ذاهب لمدينة سبها، اختطاف المواطن محمد مفتاح عبد السميع الخطري في استيقاف جزيرة سرت، المواطن كان مسجون في 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 وقت سابق، الاختطاف الشاب فرج علي سالم حامد من أمام محل السولجان بحي الناقة، اختطاف المواطن قذاف الدم عويدات وذلك تزامنا مع تاريخ وفاة أخوه ناصر عويدات بالحي رقم 3 من قبل قوات عملية الكرامة. هناك العشرات ممن على الأقل جرى القبض عليهم واختطافهم وإخفاءهم بشكل قسري. مصادر ليبيا الأحرار على الأقل أرسلت لنا هذه القائمة، ولك دكتور يوسف ولغيرك أن يتأكد من هوية هؤلاء الأشخاص، وإن كانوا اليوم طلقاء وهم يعني يتمتعون بكامل الحرية أم أنهم يقبعون في السجن تحت قبضة قوات عملية الكرامة. نحن لا نخترق أي شيء، ولك أن تطلع على كل البيانات السابقة للجهات المؤيدة على الأقل رجالات النظام السابق. أعود مرة أخرى للدكتور عبد العزيز غنية، لماذا الآن أصبح رجالات النظام السابق مخربين وأصبحت ذكرى سبتمبر تثير كثير من القلق الأمني والخروج عن النظام العام لدى قوات عملية الكرامة؟ لماذا خلال هذا التوقيت على وجه الدقة؟ سبتمبر طرف سياسي قوي حاضر بقوة في العملية السياسية، وكثير من الأطراف السياسية المختلفة الموجودة في ليبيا تخشى هذا التكتل. الأمر الآخر، لا أعتقد أن موضوع سبتمبر وفبراير كتكتل واحد ما زال قائم، خاصة مع اختلاف القوى السياسية حول أهدافها الرئيسية. هل الهدف الرئيسي هو نظام سياسي واحد يحكم ليبيا، أو هو أنظمة سياسية تحالفات تتغير بين الفينة والأخرى؟ خلال 12 عاما الماضية تغيرت التحالفات، الأصدقاء أصبحوا أعداء والأعداء أصبحوا أصدقاء، وبالتالي ما نراه اليوم في أي مكان من ليبيا تشوبه رائحة الاختلاف السياسي. دكتور، مسقط رأسك من بن وليد، أليس كذلك؟ وأنت تعرف بن وليد، تعرف ترهونة، تعرف الخمس، تعرف العجيلات، تعرف عديد المناطق. طيب اسمح لي، لماذا خرج أنصار النظام السابق بكل حرية للاحتفال بذكرى سبتمبر في هذه المناطق التي تسيطر عليها حكومة الوحدة الوطنية دون أن يمسسهم أي سوء، في حين أن في المناطق والمدن التي تسيطر عليها قوات الكرامة قد تعرضوا للتنكيل والقبض والإخفاء القسري؟ لا يا أحمد، هذه المناطق كانت صعبة الميراث منذ اليوم الأول لفبراير، وبني وليد تملك زمام أمرها في الماضي وفي الحاضر، وبالتالي خروجها ليس له علاقة بموافقة حكومة الدبيبة، حتى وأن أحيي وزير داخليتها في هذا. وسرت آخر المدن سقوطا في 2011 إبان ثورة فبراير، كذا هي بها من المنع وبها من أنصار النظام السابق الذين على الأقل يتسمون بالشدة، لو قصنا على ما تفضلت به دكتور عبد العزيز. المدن الليبية بالتأكيد ليست سعيدة بالتغيير الذي حدث في 17 فبراير، ليس من ناحية المطالبات التي خرج من أجلها الشباب العادي الذي يطلب التغيير والحرية والتعددية السياسية وغيرها والبناء والتنمية وكذا. هذه أشياء جميلة وممتازة والجميع يطالب بها علنا أو سرية، ولكن كانوا ضد الناتو، ضد التدخل الأجنبي، ضد الصراخ، ضد الفساد الذي تمكن اليوم من البلد طولا وعرضا. خلينا في سؤالنا رجاء دكتور عبد العزيز، لماذا خرجت هذه المناطق ولم تخرج تلك المناطق، أو على الأقل تعرضوا أهلها؟ موجودة. لا موجودة. خرجوا في سرت يا سيدي، خرجوا في سرت، موجودين في كل المناطق، موجودين. خرجوا في سرت، خرجوا في سبها، خرجوا في حتى الشرق الليبي، يعني كل المدن
موجودين كتفا بكتف. من خرج في سرد جرى القبض عليه دكتور، حتى أطفال منهم. السيد أحمد حمزة يتحدث لك على طفلين ورجل كبير السن بلغ من العمر عتية جرى القبض عليه بسبب هذا الانتماء. لا أملك على هذا الموضوع أستاذ محمد لا أملك إلا تعليقا واضحا إلى أن تتضح الصورة، وهي الدعوة إلى التهدئة ما بين شباب قبيلة قداسة وما يحدث في بوهادي وما بين القوات المسلحة وما بين أجهزتها وأفرادها التنفيذيين على الأرض. الموضوع فيه تحقيقات، الموضوع فيه صورة، لن نستطيع أن نعطي القوات المسلحة على طبق من ذهب إلى مجموعات تعاديها بشكل أيديولوجي تام. لا تريدها في المشهد، لا تريدها في الصورة، لا تريد قوات مسلحة حقيقية لليبيا بشرق البلاد وغربها. وبالتالي وهذا نعود به للسؤال الأول اللي مازال ما لقيتش إجابة عليه يا دكتور. اسمح لي أعداء الوطن، أعداء الجيش، أعداء المشير، العملاء، الخونة، كلها توصيفات. لا مش أعداء المشير. طيب كلها توصيفات معروفة، لكن اسمح لي يا دكتور، اسمح لي رجاء، لم أجد توصيف على الأقل أو إجابة واضحة وشافية منك. لطالما كانت العلاقة بين سبتمبر وعلى الأقل أبرز رجالات سبتمبر وقوات عملية الكرامة ممثلة في حفتر ومن حواليه هي علاقة جيدة وعلى أكمل وجه، لماذا الآن انكسرت هذه العلاقة؟ هل بسبب خروج سيف على العلن؟ هل لسيف علاقة بكل ما يحدث اليوم في سرت وبوهادي والغربيات؟ لا 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 لا. هل تعلم أنت أحد الضباط الكبار يعني أنا لا أودي سرا عندما أقول أحد الضباط الكبار موجود في اللواء 128 يعني. ضباط موجودين العسكريين المهنيين موجودين بالجيش أبناء القداد اللي كانوا موجودين في مصر العسكرية قبل 17 فبراير وبعد 17 فبراير موجودين في الغرب وفي الشرق. الموضوع ليس استهدافا خاصا. لماذا خرج إذن أعيان لماذا خرج أعيان القذافة وقالوا أن الاستهداف خاص بنا ويستهدف أنصار سيف وأنصار أنصار العقيد القذافي؟ الله سبحانه وتعالى سيد الفاضل، أنا أدعو الله سبحانه وتعالى مجاملة في هن القذافة أن هذا الموضوع ينتهي على خير وتطمئن قلوبهم ويتم تعويض من تضرر، وإذا كان فيه تحقيقات أن تخرج للعلن وما نكبوش الزيت على النار ونقعد كيف المهبول اللي وين ما يجيش ما تعيط عيطت على روحها. علينا على الأقل تهدئة الوضع. الآن صفحات التواصل الاجتماعي الآن مفتوحة، الجميع يتكلم، الناس متضررين، الناس واجهها بخاطرهم، وهناك الكثير من يتعاطف معهم ونحن متعاطفين معهم إلى أن تضح روح الصورة. ولكن ليس تعاطفك ليس واضحا على الأقل دكتور. أنت التمست كل أعذار الدنيا وكل التبريرات التي بالإمكان أن يجدها أي شخص لقوات عملية الكرامة، بل وضعت اللوم كل اللوم على أبناء القذافة بسبب خروجهم وبسبب ميولاتهم وبسبب أنت من ذكرت ذلك دكتور، قلت يستهدف الجيش ويستهدف قوات أمنية. أشكرك يا دكتور، أشكرك أستاذي أستاذ محمد، أنا أقدر جدا عملك والعمل أنا كنت أقوم به وعمل شاق، ربي يعينك وبارك الله فيك على المجهود اللي تقوم به، ومع ذلك أنا متعاطف مع المظلومين. التحقيقات اللي موجودة، شنو اللي موجود، شنو اللي دار، مفروض يوصل لهلهم ولناس. إذا كانت تحقيقات لغرض التحفظ ولا غيرها من الأشياء في نفس الوقت أنا معاهم، يعني مش معقولة أن واحد حوشي تهدم، مش معقولة يبدو مظلومين وولادهم يسكتوا، يعني الموضوع في وضع التوتر مقدر الإسلام لأهل للأهل اللي ظروفهم سيئة وللمعتقلين وأيضا للسلطات اللي موجودة. يعني دكتور فرج دردور، علاقة سيف الإسلام بكل هذه الأحداث ما هي؟ هي الرئيسية حقيقة، لأن مسألة الاحتفال بسبتمبر حتى في طبرق طلع على فكرة حتى في بنغازي، يعني هذه ليست قضية يعني مهمة لحفتر، مهمة قضية كبيرة بالنسبة لحفتر مسألة الاحتفالات وغيرها، على الرغم أن هي عملية تمردية يعني ترفع إعلام غير إعلام دولتك وتقول أني مش معترف بالدولة وأنا كذا، لكن مع هذا سمحت، كان هناك حقيقة سمح لهم، وبالتالي هو أصلا يعني حفتر نظام متمرد يتبع عليه حكومة على سبيل المثال.
قوات ميليشيات حفتر لاي حكومه تتبع من اي البرلمان الذي كلفه لا ياخذ تعليمات من اي حكومه للجيش. لا يفترض يكون تابع لحكومه، ما فيش برلمان تتبعها جيش، يعني الجيوش كلها في العالم تتبع حكومات. هو لا ياخذ في تعليمات لا من برلمان ولا من حكومه، وكل ضرب به بعرض الحائط وحاط وضع نفسه فوق الدوله وفوق القانون، ويفصل على نفسه ويجر في الناس للمبايعات عن طريق كذا كذا. وغدا لو هذون جماعة القدادفة طلعوا في بيان مبايعة وثيقة عهد ومبايعة لحفتر وكذا والمشير اللي النغمات اللي نسمعوا فيها متاعت بالعيد الشيخي، تأكد أن الأمر ينتهي. ليس له علاقة باحتفالات، ولكن موضوع له علاقة بالولاءات وتصدر سيف الإسلام لهذه المجموعة من جديد. أي يعلم جيدا حفتر بأن هؤلاء القداد فولاءهم كامل لسيف الإسلام وليس له، وبالتالي هو يريد كل من هو في تحت سيطرته يريد أن يكون ولاه تام اللي هو لميليشياته، ولا يريد لأي أحد غيره. وهذا طبعا يعني سياسة من البداية، من لما دخل بنغازي وجمد الدستور والعمل وحاول يجمع على طرابلس كم من مرة، يعني هذا هو الهدف اللي ماشي فيه، يعني بكل كل الإمكانيات والدول اللي تساعد فيه كلها مسخرة إلى أن تكون هناك ولاءات مطلقة لنظام دكتاتوري عسكري يقوده خليفة حفتر. هذه هي الحقيقة، ولا يريد أي من يعتقد أنهم ربما يكونوا منافسين له أو موالين لكن له. أنت وصفت العمل بأنه عمل غير قانوني وخروج عن الدولة، وبالتالي لو سلمنا من حيث المبدأ بأن رفع علم غير علم الدولة المنصوص عليه في الإعلان الدستوري الآن هو أمر خارج عن القانون، إذا ما يقوم به حفتر صحيح؟ كيف يعني؟ لا، لأن حفتر، أنا أقول حفتر ليس قوة نظامية تتبع، وحفتر نفسه متمرد، يعني هو صحيح من يقوم بعمل الآن ما يكون صريح واضحين. ما سبب توتر العلاقة الآن بين أنصار القذافي وأنصار حفتر؟ لا سمحني، لابد أن نفرق بين ما يحدث في 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 سرت الآن لمجموعة القذافي وبين ما يحدث من عمليات الاحتفالات هذه والإعلام الأخضر وكذا. موضوع الإعلام الأخضر والاحتفالات هذا موضوع تمردي لا شك في ذلك، لأن حتى في دولة أخرى، في أي دولة أخرى، أنت في فرنسا يوم 13/7 في العيد الوطني لو ترفع إعلام غير إعلام الفرنسي اللي هو موجود الآن ولا في أي دولة تانية حيتم اعتقالك ويبهدلوك. كل العالم لا يقبل بأن يكون هناك راية أخرى غير راية الدولة ونشيد الدولة. بعدين حتى بين أطفالك وناسك أنت اليوم، يعني حتى في مستوى التربية كيف بتعلم أولادك حب الوطن واحد وانت قاعد تدير لهم في أشياء مختلفة؟ طيب هذا أمر آخر دكتور، بيمشي. هو يقول لك أنا الدولة هذه ما شاركتش فيها، الدولة هذه جت على جثثنا وجت على لا 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 لا. جت على قبور أبناء عمومتنا، وبالتالي أنا من الواجب أني نفتح نقاش وحوار معاك جديد للحديث عن شكل لا الدولة أولادة في الصباح الحالي. أولادة لكن اسمح لي بس، أولادة في المدرسة فيش حي وفي نشيد وي علم وي علم، أولادة في الصباح لما يمشوا المدرسة في أي طيب علم وأي نشيد. دكتور اليوم نعم. ما سبب توتر العلاقة بين أنصار القذافي وأنصار حفتر؟ هي سببها ظهور سيف الإسلام، ما كانش هذا الموجود إلا عندما ظهر سيف الإسلام كمرشح. منها بدأت في سبها في البداية لما عرق الموضوع المحكمة، ثم صار في هناك تأييد، لكن تقدم للمحكمة ومعروف سبب من سيف الإسلام مجموعات من القداد وسمح لسيف بأن يتقدم. مجموعات القداد أظهرت ولاء واضح لسيف الإسلام، وهذا الذي يرفضه حفتر. أنت هل يسمح مثلا اليوم حفتر في المنطقة الشرقية بأي شخص يتفوه بكلمة واحدة ضده؟ هذا غير موجود، غير موجود إطلاقا. وبالتالي هو لا يريد أي من هالمناطق هذه اللي هو مسيطر عليها يكونوا غير أنا ما قلت لك ينتهي الموضوع لو غدوة القداد يديروا بيان تأييد لحفتر حينتهي كل شيء. وبالتالي حقيقة شكرا جزيلا على الحديث هنا على الانتماءات السياسية، لا نريد الخوض أكثر في الانتماءات الاجتماعية لما لها من حساسيات لربما. دكتور فرج درتور الأكاديمي والباحث، شكرا جزيلا لك. شكر موصول لضيفي الدكتور يوسف الفارسي الأكاديمي والأستاذ الجامعي، كان معنا ضيفا عبر الأقمار الصناعية من داخل بنغازي، وأيضا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السيد أحمد حمزة، شكرا جزيلا لك، كان معنا ضيفا عبر الأقمار الصناعية من داخل طرابلس. وشكر موصول لضيفي الباحث والأكاديمي والمحلل السياسي عبد العزيز غنية الذي صعبني عبر الهاتف. أنوه مشاهدينا إلى أننا تواصلنا لأكثر من مرة مع كثير من أنصار النظام السابق ورجالاته للدفاع عما
يحصل في مدينة سرت، وقد أبدوا موافقتهم ومن ثم تراجعوا لأسباب خاصة، وهذا الأمر تكرر مع أكثر من ضيف لأسباب لا نعلمها حتى اللحظة. نتمنى أن يكونوا جميعا في ألف خير وصحة، لطالما كانت ليبيا الأحرار منحازة لقضايا الوطن والمواطن على وجه الخصوص، أيا كان انتماءاته السياسية أو الاجتماعية أو الفكرية حتى. وصلنا وإياكم لختام حوارية الليلة، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.